السلام عليكم، أنا سميتي نوري رشيدة، زيد عام 1963 باسفي، ودابا المهم كبرت هنا في أكادير. كندور في السواق من 90، من 90 وأنا كنبيع ونشري. كنت كندير السواق، كنت كندير داكشي ديال البيجامات والفولار. شوية من اللي عندي الأولاد مبقيتش كنبيع في السواق، وليت كنبيعها هنايا قريب ليا في تشيرة. كنمشي للسوق تاع الجملة كنجيب داكشي ديال السلعة كنبيع حنا في تشيرة. تشيرة هنا معروفة 16 عام هادي، باش انا كنبيع ونشري في السوق تاع المارشي تاع التشيرة. في الاول كنت كنبيع داكشي ديال العيالات، البيجامات ديال العيالات، كنمشي للسواق. في الاخر صافي ملي عندي الاولاد ما بقيتش كنمشي للسواق نبيع داكشي ديال العيالات، دخلت لداكشي ديال الخضره. وتكرفصت في الاول، جاني داكشي صعيب ما عرفتش ليه، دازت عليا في الاول تكرفصت. المره الوحيده انا اللي كنت كنبيع ونشري، انا الاولى اللي بديت كنبيع ونشري في داكشي ديال الخضره. ما كانوش العيالات، كانوا العيالات اللي كيجمعوا الخضره في السوق هما اللي كاينين. اما العيالات ديال البيع والشراء هنا في التشيره ما كانش، انا الوحيده اللي كنبيع ونشري في السوق تاع التشيره. في الاول التقيت صعوبات، يدابزوا معايا الناس، كيجيو لي السكيريه يدابزوا معايا، يقلبوا لي الكروسه نمشي ندعيهم. المهم غامرت صافي، تتولفت معهم صافي، ما بقى كيهضر معايا حتى واحد صافي. هذيك وليت المهم، اللي وليت حريفيه، وليت المهم كيعرفوني الناس في السوق تاع الجمله، كنمشي كيحنوا فيا الناس في السوق تاع الجمله، هما اللي كيحنوا فيا كيعاونوني، كنشكرهم الله يجازيهم بخير. ودابا ما بقيتش مني عيا، دابا بديت كنعيا، ما بقيتش كنقدر، كنخدم سيمانه كنقعد ربع ايام، وعندي الولد وعندي البنت، وضربت بيا الوقت. شو حالتي، فين ساكنه، ما عندي باش نشري. المهم الله غالب، الله غالب. المهم ضربت فيا الوقت، الله اللي عالم عليا، لا حنين لا رحيم، ما كيسول فيا حتى واحد منتخب، وما كيسولوا فيا غير الوقت ديال الانتخاب. اما الوقيته ديال بحال هاد كورونا ولا شي حاجه ما كيعرفني حتى شي واحد فيهم. اش تدازت عليا هنا، تكرفصت. الوقيته اللي كتكون تصب الشتا ما كنلقاش حتى فين نعس. الراجل ديالي مني تشديت في 2004 تخلى عليا، قال لي انت المهم ما مزيانهش. ديك الساعه مني تشديت وخرجت من الحبس، تشديت غير دابس مع واحد مرت البوليسي في الحمام، المهم حسيفه وصافي، وتشديت. تحكمت بعام ديال الحبس، دوزته وخرجت صافي. من ديك الساعه صافي تدمرات لي الحياه ديالي صافي. ولاو الناس كيشوفوا ديك الشوفه ناقصه، بان راه وحده مدوزه الحبس، ما يعرف بان الناس ما كيعرفوش بان راه عندك صنعتك وقاريه، بان هادشي ديال الخضره انا كل لقيت اللي عاونني اللي ساعدني ما غنعيش في هاد العيشه هكا دايره. ولكن الحمد لله بعت حوايجي، تكرفصت. النظره ديال الناس كيعرفوك راه انت ما مزياناش، دخلتي للحبس. عرفتي المغرب ديالنا اللي كيشوفوك كيقول لك هذيك راه ما مزياناش، دخلت للحبس، دايره فاعله تاركه، لان ما كيعرفوش الظروف ديالك فاش عشتي ولا فاش كنتي ولا فاش عايشه. ولا شفتي المغاربه ديالنا، الشوفه ديال واحد وحده مدوزه الحبس لدابا لدابا. كنت بغيت نمشي لاسبانيا نخدم على ولادي، صوت الباسبور هو عندي، اعترض ليا الوسخه اش غندير. شتايت صافي ورجعت للخضره كنبيع ونشري في السوق. انا كنطلب خوتي المحسنين وخواتاتي المحسنات، كنطلبهم يتعاونوا معايا ويتساعدوا معايا، لكن في قلوبهم شي رحمه ديال الله، الله يجازيهم بخير. هادشي اللي غنقول، الله يرحم ليهم الوالدين اللي في قلبه ديال الرحمه يتعاون معايا. شوف حالتي كي دايره، ما بقيت كنقدر نخدم، ما بقيت. انا مريضه دابا ودايره الكروسه، والله اللي عالم عليا، كنجيب الخضيره كتقعد ليا في الشمس الوحده، كيقول لك جمعي. المهم الله اللي عالم. انا كنشكي لخوتي المحسنين، انا ما كناشد لا دوله لا حكومه لا حتى شي واحد، انا كناشد خوتي المحسنين هما اللي وقفوا معايا ويساعدوني. اما الدوله ولا الحكومه ولا البرلمانيين ما كيعرفني حتى واحد، حتى الوقت الانتخاب عاد كيعرفوني انا، كل واحد كيدق عليا خضره. اما انا ما بحال دابا هاد الوقت مع السمعه ديالك اللي استغلوك ولا شنو؟ اي انا معروفه هنايا وداكشي كيدقوا عليا، كل واحد الوقيته ديال الانتخاب عاد كيعرفوني الناس. اما بحال دابا هادشي ديال كورونا ولا نكون مريضه ولا بحال دابا الشتاء ولا ما عنديش ولا ما خدمتش ولا ما كيعرفني حتى شي واحد، ما كيفرقوا حدايا الكفاف، انا ماشي مسلمه. ها علاش انا ما ديزيتش فيا دوك الكفاف اللي غيتفرقوا حدايا، فرقتهم الجماعه وفرقهم المنتخبون، وانا انا حتى كيتخاصموا معايا ما عرفني حتى واحد، ولكن عرفني الله ويعرفوني المحسنين خوتي. طيله الحياه ديالي تكرفصت عليا في 2017، كرفصوا عليا المخازنيه والشيوخه، من تما صافي وليت انايا معاهم، عندي السيرتيفيكا، عندي كلشي داكشي ديالي.
ها هو باش تكرفس، ها هو فاش تصالح فاش ضربوني عاد جابوا لي الزيت والسكر باش يتصالحوا معايا. ها حاله المسلمان اللي باش كيقول لك انا عدوت السلطات وما عطاونيش حقي وسرت فيك فيها 21 يوم وما عطاونيش حقي في 2017 ولدابا الشيوخ يجي يصوروني يجيو علاش انا ما نشدش حقي؟ القيوده ما بيني وبينهم والو، انا مع الشيوخ، انا مع العون السلطه. ها تكرفسوا عليا في 2017 ومش ديتش حقي، ودابا كنطالب من خوتي المحسنين خواتاتي المحسنات يتعاونوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. Thank you.